طيب المفروض ان شاء الله النهارده هنتكلم عن الداتا اناليتكس. تمام، الداتا اناليتكس بمنتهى كده الوضوح ومنتهى ومنتهى الشفافيه، و يعني من يعني ايه احنا قاعدين احنا نتكلم ايه بشيء من البساطه. الداتا اناليتكس هي اي معلومات عندي، اي معلومات عندي انا ببتدي احللها وابتدي ابص فيها بشكل صريح وبشكل تقريبي. يعني مثلا انا عندي مثلا مشكله ما ان انا بوصل للشغل متاخر. تمام، هناخد امثله عامه وبعد كده نخش كده امثله واحده واحده في اطار البيزنس ايه لحد ما نخش في اطار امثله كامله. تمام، انا دلوقتي عندي مشكله في الحضور، ان انا بروح الشغل متاخر. تمام، فابتدي ان انا اشوف كده المشكله دي بتحصل ليه، وابتدي احلل المشكله دي من اول ما قبلها بيوم بنام متاخر، وابتدي اقول ان انا بنام متاخر، وبعد ما بنام متاخر بصحى متاخر، وبعد كده بلبس ما بلاقيش حاجتي جاهزه من قبلها، فببتدي اتاخر اكتر في ان انا عندي مشاكل في موضوع اللبس، بعد كده بنزل الطريق زحمه ما بلاقيش مواصلات، بعد كده بوصل مفرهد ببقى خلاص خلصت اليوم بتاعي بيقفل. فعندي مشكله معينه ببتدي اشوف ايه الاطار اللي داير حواليها وابتدي افكر فيه. تمام، ده بشكل عام وبشكل بسيط جدا، بنخش من غير ما نخش بقى في مصطلحات واكسبريشنز كتيره ونبقى احنا مكلكعين زينا زينا بنتكلم كده في محاضره. لا، احنا محتاجين ان احنا نبسط الامور بشكل عام وبشكل بسيط جدا بحيث ان احنا نوصل للفهم الكامل. تمام، طيب يبقى احنا قلنا بشكل عام جدا جدا هو زي اي تخصص لكنه تخصص عملي قوي. تمام، بيتكلم في تحليل البيانات وبيمشي خطوه بخطوه على الاثار بتاعه المشكله، بيمشي خطوه بخطوه على اثار المشكله. طب احنا النهارده هنعمل ايه او هنتكلم في ايه؟ هنتكلم عن الداتا اناليتكس والخطوات اللي بنمشي عليها عشان نعمل اناليتكس لاي داتا معانا. تمام، نعمل اناليسيس لاي داتا معانا ونفهم البيزكس اوف داتا اناليتكس. طيب المفروض ان احنا بنمشي اصلا لما بنيجي نتكلم عن الداتا اناليسيس لازم بنتكلم الاول في الاسئله. تمام، لازم بنتكلم في الاسئله. انت دلوقتي عندك المفروض في سؤال لازم تطرحه عشان نبتدي ان احنا نشتغل على الاطار ده. يعني ايه؟ يعني دلوقتي تعالى كده اقول لك والله يا محمد احنا عايزين نعمل اناليسيس لموضوع ما. تمام، طيب هتيجي تقول لي ايه السؤال؟ تعالى كده ناخد مثال. تمام، تعالى كده ايه اقول لك ايه ناخد ايه نكتب هنا كده بالايه بالبنط العريض ونقول ايه المثال تمام كده بالراحه. المثال اللي هنطبق عليه، تمام، عندي عملاء مش بيشتروا. حلو قوي كده. تمام، ده مثال احنا هنطبق عليه ودي المشكله اللي احنا خلينا كده نقول المثال والمشكله عشان دايما ايه نفتكر ان احنا ايه معانا مشكله بنحلها لما نتكلم في الداتا اناليسيس. تمام، المثال والمشكله اللي ايه هنطبق عليه. تمام، عندي المفروض ان انا عندي تمام عملاء، تمام، لكن العملاء مش بتشتري. عندي ايه عملاء لكن العملاء مش بتشتري، فهنا انا عندي مشكله ليه العملاء مش بتشتري. انا عندي هنا مشكله ان العملاء ليه مش بتشتري. تمام، فده سؤال تمام احنا لازم نبص فيه ونجاوب عليه ونشوف احنا ليه العميل ما بيشتريش. تمام، ونجيب بتاع الداتا اناليتكس بقى ونشوف بقى ايه المشكله دي ونقول ويحلل لنا كده الدنيا ويقول لنا ايه المشكله فيها ايه. تمام، طيب فانا لازم اطلع عشان اشتغل في الداتا اناليتكس لازم اطلع في الاول ايه، لازم اطلع كويتشن ابتدي بينه، لازم اطلع سؤال. تمام، إيه فالكويتشنز اللي انا هبتدي منها ايه الاطار اللي انا محتاج اوصل له، ايه الاجابه المحدده اللي انا عايز اوصل لها. طيب انا دلوقتي لو جيت قلت ان انا عايز اشتغل في الداتا اناليتكس، تمام، لكن عايز اعمل اناليسز لاي حاجه. تمام، طب ده مش هينفع. ليه بقى؟ ان انت هتلاقي الموضوع متشعب معاك لما لا نهايه. يعني ايه؟ يعني انت هتبتدي انا دلوقتي عايز اشوف العملاء بتوعي. طيب حلو قوي، العملاء بتوعك اللي انت عايز تشوفهم دول عايز تشوف فيهم ايه؟ عايز تشوف بيشتروا ولا ما بيشتروش، عايز تشوف هم الكواليتي بتاعتهم كواليفايد ولا لا، عايز تشوف سنهم، عايز تشوف الحياه الاجتماعيه بتاعتهم، عايز تشوف البيهيفير بتاعتهم، عايز تشوف الباير بيرسونا بتاعتهم، عايز تشوف السيجمنتيشن، عايز تشوف التارجت، عايز تشوف البوزيشن اللي هم بيفكروا فيه. اطار يعني الى لا مانع، يعني اطار مفتوح قوي قوي قوي
فانت لازما عشان تشتغل في الداتا اناليتكس اول حاجه لازم تفكر فيها ايه السؤال اللي انا عايز اعمل عليه اناليسيس، تمام؟ او ايه المشكله اللي انا محتاج اعمل عليها اناليسيس. فلازما دي اول حاجه بنفكر فيها. لو ما عندكش سؤال يبقى انت كده ايه بتضيع وقتك وبتمشي في اطار مفتوح قوي قوي قوي، وهتلاقي نفسك مش واصل لاي حاجه، هتلاقي نفسك مش واصل لاي معلومه، مش واصل لاي موضوع، هتلاقي الدنيا معاك مفتوحه بشكل كبير وهي الموضوع هينتشر منك بشكل كبير. طيب تعالى احنا حددنا المشكله او حددنا السؤال. السؤال هنا انا عندي عملاء والعملاء ما بتشتريش. طيب حلو قوي. طيب انا محتاج ايه؟ انا محتاج ابص على المشكله دي واوصل لحلها. عايز اشوف انا المفروض هوصل لايه بالظبط، واشوف المشكله ليه احنا يعني بنفقد العملاء، ودي المشكله دي بالنسبه لي ملهاش حل، تمام؟ وايه الاطار اللي انا ممكن احل فيه. طيب تعالى بقى بعد كده، خلاص احنا عرفنا المشكله ان انا عندي مجموعه من العملاء بتيجي، وبعد ما المجموعه دي بتيجي المفروض ان هي ما بتشتريش. طيب حلو قوي. هنا بقى نحاول نخش في اطار تاني. الاطار التاني ده بقى ايه؟ هو ايه؟ هات بقى العميل ده وامشي معاه خطوه بخطوه. هات العميل وامشي معاه ايه خطوه بخطوه. خد العميل ده كده من ايده وطلعه كده، امشي معاه خطوه بخطوه. طيب الخطوه الاولانيه ايه اللي هتمشي معاه فيها؟ المراحل بتاعت العميل. هنا بقى دخلنا بقى نبتدي ايه؟ نبتدي نحلل الموضوع، نبتدي ناخد الموضوع بشكل واضح وبشكل صريح. تعالى كده نقول والله العميل، تمام، بيدخل من خلال الايه، من خلال السوشيال، تمام، من خلال السوشيال ميديا، تمام. وبعد ما بيخش من خلال السوشيال ميديا بيبتدي يتناقش، تمام، مع المبيعات، تمام. خلاص هو دخل على السوشيال ميديا وبدأ يتواصل معايا، والمفروض ان انا حولته ايه للمبيعات. بعد ما بيروح للمبيعات بيبتدي يتحول، تمام، ليه؟ للخدمات، تمام. بعد ما بيتحول للخدمات بيبتدي ان هو يتحول لايه؟ للخدمه، تمام. بعد ما بيتحول للخدمه بيروح لخدمه ما ايه؟ ما بعد البيع، تمام. طيب هل انا الاطار بتاع الاناليتكس بتاعتي ماشي في كل الامور دي؟ لا، انا العميل بيدخل من خلال السوشيال ميديا، بيتناقش مع بتاع المبيعات، يتحول للخدمات، وبعد كده للخدمه. فانا الاطار بتاعي واقف لحد هنا بس، انا لحد هنا كده الامور بالنسبه لي تمام. لو العميل خد الخدمه وكمل بعد كده، اه خلاص ماشي، العميل خد الخدمه وانا بالنسبه لي ده عميل ناجح. طب انا هل المفترض ان انا اشوف العميل الناجح بس؟ يعني انا دلوقتي بحل المشكله، هل المفروض ان انا احدد منها اطار واحد؟ لا. طب ما انا ممكن اشوف العميل اللي خد الخدمه وايه السبب اللي خلاه ياخد الخدمه، وبناء عليه ظهر لي مشاكل تانيه انا مش واخد بالي منها. يعني العميل اللي خد الخدمه ده موجود مثلا في موجود مثلا في اسكندريه بس، تمام، 50% من العملاء اللي اشتروا فعلا خدوا الخدمه وهم في اسكندريه بس. طب في الحاله دي يبقى انا كده لازم افكر ان انا معظم العملاء اللي ما بتاخدش الخدمه ممكن يكون بسبب ان هم مش موجودين في اسكندريه او مش موجودين في المحافظه اللي انا موجود فيها، ممكن يكون مشكله سفر. طيب انا العميل بيخش من خلال السوشيال ميديا، ايه اللي بيحصل معاه؟ نبتدي بقى ايه نرشح كده ونشرح الموضوع بشكل مجدول. العميل بيدخل من خلال السوشيال ميديا، طيب نبتدي بقى نسأل أسئلة، نحط بقى هنا الافتراضات بتاعتنا. هل العميل ده المفروض ان هو مؤهل؟ تعالى كده نقول مؤهل. مؤهل يعني ايه؟ يعني عارف كل المعلومات، تمام، عارف المفروض كل المعلومات، عارف بقى السعر والخدمة والتفاصيل بشكل كامل، وهل هو بياخد التفاصيل دي بشكل كامل مني ولا ما بياخدش التفاصيل دي بشكل كامل، وبعد ما بيخش عشان ياخد الخدمه يتفاجئ فيمشي، تمام. العميل بيقف في اي مرحله؟ طيب بعد ما عرف السعر وعرف الخدمه وعرف الديتيلز بتاعتي كلها، هل العميل ده بعد ما عرف الديتيلز كلها دخل ياخد الخدمه ولا لا؟ طب ماشي، تعالى كده نمشي مع العميل ونقول ان هو خد الايه، عارف كل التفاصيل بتاعتي عادي جدا، ودخل يتناقش مع بتاع المبيعات. طب الراجل بتاع المبيعات، تمام، مؤهل اصلا؟ يعني ايه مؤهل؟ احنا قلنا ان كلمه مؤهل هل هو مناسب للعميل ولا لا، يعني مثلا عارف المنتجات، تمام، تمام، عارف المنتجات، تمام. طب هل هو ثانيه كده بس عشان اللون ده غبي جدا، تمام، عارف المنتجات. طب لو هو عارف المنتجات هل هو عارف الاسعار؟ طب هو عارف العملاء، تمام، دارس السوق، الامور دي كلها. ابتدي ارشح كده
كل جزئيه من الشغل اللي انا بشتغله وابتدي اعدل عليه. طب هل في مشكله اصلا في الخدمه؟ تعالى كده نروح تاني، تمام، يتحول للخدمه. طب هل الخدمه اصلا خدمه ليها جوده؟ تمام، هل الخدمه اصلا في الكواليتي اللي العميل منتظرها؟ طب هل الخدمه دي اصلا المفروض ان هو العميل بياخدها وعنده رضا؟ تمام، يعني العميل راضي اصلا من الخدمه اللي هو بياخدها ولا لا؟ نبتدي نعمل اناليسز للعميل. طب تعالى كده مثلا، لو احنا المفروض مثلا نعمل اناليسز للعميل، والمفروض ان احنا نشوف المراحل بتاعته، ونشوف هل العميل ده ماشي بشكل كويس ولا لا، هل العميل ماشي معايا في اطار انا هل ده الاطار اللي انا حاطه ليه ولا لا. مبدئيا كده لازما لما نيجي نحل اي مشكله ونيجي نشتغل عليها، لازما كمان نمشي على فانل كامله للموضوع او للمشكله. الاطار اللي ايه اللي بيحصل عشان يوصلني للمشكله دي؟ ايه اللي بيحصل عشان يخليني اقول والله ده انا فعلا فعلا عندي مشكله؟ ايه اللي بيحصل عشان يقول ان انا عندي مشكله، انا دلوقتي عندي مشكله؟ فابتدي احلل السؤال اللي انا سالته، هل السؤال ده اصلا صح ولا لا؟ انا دلوقتي عندي مشكله في العميل، ان العميل بيخش ما بيشتريش. طب ايه بقى المراحل اللي بيخش بيها العميل؟ والله العميل بيدخل من خلال السوشيال ميديا. طب هو مؤهل ولا لا؟ هو عارف الخدمه اللي المفروض هيشتغل عليها ولا لا؟ هل هو بالنسبه له الامور واضحه من خلال بتاع المبيعات ولا لا؟ هل لما بيعدي على بتاع المبيعات، بتاع المبيعات كواليفايد كويس ان هو يقدر يبيع ويقدر يقفل الديل ولا لا؟ طب هل لما بيخش ويبيع للعميل، العميل لما بيخش علشان ياخد العميل لما بيخش علشان ياخد الخدمه، هل الخدمه دي اوريدي تمام وبالنسبه له مبسوط بيها وكده ولا لا؟ ونبتدي نحدد الاطار ده، هل الاطار ده مظبوط ولا لا؟ تمام. طيب ممكن نعمل ده ازاي؟ يعني لو احنا مثلا هنعمل الموضوع ده ونشوف العميل بالنسبه لنا هياخد الاطار ده بشكل مظبوط وهيمشي عليه ولا لا، ولا العميل اوريدي مش هيبقى بالنسبه له الامور احسن حاجه. تعالى كده نشوف ازاي نمشي على الاطار ده وازاي ان احنا نحدد ده. تعالى كده نقول مثلا انا دلوقتي، تمام، تبتدي بقى ايه تشرح كده العميل بغض النظر عن الايكونز نفسها. تمام، انا دلوقتي جالي العميل، تمام، هنقول هنا ان العميل دخل من خلال السوشيال، تمام، حلو جدا. بعد ما دخل من خلال السوشيال ميديا ايه اللي حصل؟ تمام، راح من خلال السوشيال للسيلز، تمام. طيب بعد ما راح للسيلز ايه بقى المراحل اللي بتمشي هنا؟ هل العميل لما هو راح وقع في انهي حته؟ يعني العميل بتاعي وقع في انهي حته؟ والبرسنتج بتاعت ان العميل يقع قد ايه؟ تمام، يعني ايه البرسنتج لما العميل يقع؟ تعالى كده نشوف مثلا بعد ما بيروح للسيلز، او مثلا بعد المفروض العميل جه من السوشيال ميديا راح للسيلز، بعد ما راح للسير راح مثلا للايه السيرفيس، تمام. تعالى كده نقول ان العميل راح للسيرفيس، تمام. طب هنا المفروض اعمل ايه؟ هنا المفروض اقول اصلا انا دخل لي من هنا كام عميل، يعني انا المفروض من هنا دخل لي كام عميل. انا دخل لي والله مثلا من هنا مثلا 1000 عميل، تمام. انا من خلال السوشيال ميديا دخل لي 1000 عميل، تمام. تعال كده نقول دخل لي 1000 عميل، تمام. طيب بعد ما دخل لي 1000 عميل، كام عميل بالنسبه لي وصل لحد السوشيال ميديا، تمام، ووصل لحد السيلز؟ والله دخل لي هنا في 500 عميل، حلو قوي. طب دخل لي 500 عميل، طيب هنا بقى المفروض من اول الاطار ده، من اول السوشيال عندي، تمام، لحد الاطار بتاع الايه ال 500 عميل، في هنا كام عميل واقع؟ يعني انا هنا في عندي كام عميل واقع؟ انا هنا المفروض ان انا واقع بالنسبه لي 500 عميل وقع، تمام، حلو قوي. انا هنا عندي 500 عميل وقع. طب ال 500 عميل بقى اللي وقع دول، يعني ال 500 عميل بتوعي اللي وقع دول، ال 500 دول راحوا فين؟ وايه الاسباب اللي خلت العميل ده يقع؟ وايه المحاور اللي ممكن اقدر ارجع منها للداتا عشان اشوف العميل دي وقع، العملاء دي وقع ليه؟ طب تعالى كده المفروض بقى ايه نعمل ايه تاني؟ المفروض ان احنا ناخد العملاء دول، تعالى كده نقول مثلا هنا في 500 عميل وقع، تمام؟ حلو قوي. تعالى بقى ايه ناخد ال 500 عميل دول، تمام؟
ونبتدي ان احنا نشرح كده الكام عميل دول ونقول الاسباب. يعني ابتدي بقى ادور، شوف والله مثلا ال 500 مثلا عميل دول مثلا وقعوا لاسباب مختلفه. تعالى كده ادي ايه، ادي سبب ونقول سبب تاني، ونبتدي بقى ايه نطلع بقى ايه في كميه اسباب مختلفه. تمام، تعالى كده. طيب انا دلوقتي ممكن يكون العميل وقع بالنسبه لي ليه؟ ال 500 عميل دول ممكن يقول مثلا وقع مني بسبب ايه مثلا؟ تعالى كده تبتدي بقى تعمل سيرش وتبتدي تجمع البيانات. تمام، تعالى هنا مثلا نقول ان العميل ده وقع بسبب السعر. تمام، تعالى كده نقول السعر. تمام، طيب ال 500 عميل وقعوا بسبب السعر، عندي 500 عميل وقع بسبب السعر. تعالى بقى نرجع هنا تاني نقول بقى جزء مهم قوي قوي، ان انت هنا بعد ما بتطلع تفاصيل الداتا وبتطلع كل الحاجات اللي انت محتاج تجمعها، هنا نيجي لخطوه مهمه قوي قوي، وهنا بنقول ان احنا بنعمل كولكت للداتا بتاعتنا. بنعمل ايه كولكت للداتا بتاعتنا؟ يعني انا دلوقتي عملت سالت الاسئله وطلعت كل الافتراضات بتاعتي، باجي بعد كده المرحله الثانيه ان انا اطلع ايه بقى الايه الكولكت للداتا. تعالى كده نقول collecting the data. ايه ده؟ ماشي. حلو قوي. طب انا دلوقتي خلاص هشتغل على الكولكت للداتا، المفروض ان انا هنا بعمل ايه وانا بشتغل على الداتا؟ او ايه اصلا المفروض الانواع بتاعه الداتا اللي المفروض اطلعها؟ انا عندي وانا بشتغل على الداتا عندي في اجزاء اساسيه قوي ببتدي افكر فيها، عندي في اجزاء اساسيه ببتدي افكر فيها في ايه؟ في موضوع الداتا ده. اولا المصدر اللي هجيب منه الداتا. تمام؟ المصدر. تمام، عندي مصادر داخليه ومصادر خارجيه. مصادر داخليه هي كل حاجه ليها علاقه بالمشكله نفسها، يعني مثلا تعالى ناخد مثال على اللي احنا بنقوله ده، ان مثلا المبيعات. تمام، هنقول كده قسم المبيعات. تمام، قسم مثلا التسويق. تمام، هنقول مثلا الاداره العليا. تمام، هنطلع كل الناس دي. تمام، ونبتدي ناخد منهم بقى داتا، يعني اديني كده بقى الداتا اللي عندك، كم عميل دخل، كم عميل خرج، العملاء ايه، الاسعار ايه، الكتالوج بتاع المنتجات، ونبتدي بقى نطلع كل الايه الاناليتكس بتاعتنا ونطلع كل الارقام اللي احنا محتاجين نطلعها. بعد ما طلعنا مثلا الارقام من المصادر الداخليه ممكن بقى نشوف مصادر خارجيه. تمام، المصادر الخارجيه زي ايه؟ زي المنافسين، السوق، العملاء الخارجيين، العملاء اللي هي جت وما اشترتش، او العملاء اللي هي ما جتليش اصلا. يعني مثلا انا مثلا ببيع مثلا شنط مثلا حريمي. تمام، اروح ممكن اسال والدتي، اسال اخوي، اختي، سوري، اسال اي حد من الشبهه بتاعت العملاء. اروح اسال في محل اقول له والله انا كنت محتاج اشتري شنطه مثلا، ايه الشنط اللي بتتباع بشكل كبير علشان هجيب هديه. تمام، ايه الشنط اللي ما بتتباعش؟ طب ليه مثلا؟ وابتدي ايه ادخل في مناقشات، اسال بياعين، اسال منافسين، اسال على السوشيال ميديا، ابتدي اسال في جروب مثلا في ماميز مثلا بيشتروا المنتجات بتاعتي وما الى ذلك. فلازم اروح للمصادر ابتدي اكولكت ايه للداتا. طيب بعد ما كولكت الداتا او دي المصادر اللي ممكن اعتمد عليها للداتا، وقلنا ان احنا عندنا في مصادر اصلا داخليه وفي مصادر خارجيه، ممكن ارجع زي ما قلنا لحد من بره، ارجع لحد من جوه اشوف الفايده اللي انا هقدر اجمع منها، وابتدي اجمع داتا على قد ما اقدر، يعني لو اجمع داتا من اي حد اقدر اجمع منه داتا. طيب تعالى بقى ممكن يعني بعد كده المفروض ان انت عندك انواع اصلا مختلفه من الداتا، يعني انت ممكن تجمع عندنا نوعين من الداتا ممكن نشتغل عليهم، داتا وصفيه. تمام، وداتا كميه. يعني ايه داتا وصفيه وداتا كميه؟ يعني انا يعني ايه الكلام ده؟ تعالى كده بس انا بحاول على فكره وانا بشرح لك يعني ابعد عن الاكسبريشنز والمصطلحات والكلام ده، بحاول يعني اجيبها لك على بلاطه زي ما بيقول. وكميه. تمام، يعني ايه داتا وصفيه وكميه؟ يعني مثلا انا دلوقتي عايز اقول ان انا دخل لي 500 عميل، دخل لي 1000 عميل زي ما كنا بنقول، وال 1000 عميل دول وقع منهم 500، دي داتا كميه، رقم. داتا كميه يعني ايه رقم؟ طيب الداتا الوصفيه، الوصف بتاع المنتجات بتاعتنا، والله المنتجات عاليه الجوده، تتميز بجلد مش عارف ايه، و دي داتا ايه؟ كميه.
عندنا مثلا نوعية العملاء، العملاء أمهات مثلا وربات بيوت أو ربات منازل أو ما إلى ذلك، وما داتا كلام. يعني لما تلاقي نفسك بتقول داتا كده كلام، تمام، إنشاء، ده وصف بيوصف حالة معينة. لما تلاقي نفسك بتتكلم بالأرقام يبقى دي داتا كمية، تمام. فأنت بتبتدي تكولكت الداتا بتاعتك بشكل كامل، تجمع بقى من مصادر من بره، من مصادر من جوه، تجمع داتا كمية. وده طبعا الداتا الكمية مهمة والداتا الوصفية مهمة، يعني ما ينفعش ان انا اقول لا انا مش هروح اجمع كلام الانشاء، اجمع ارقام عشان ابني على ارقام. احنا في الاول وفي الاخر فعلا هنمشي على ارقام، لكن لازم تفهم طبيعة الداتا بتاعتك وانت بتجمعها. ممكن يكون اصلا العملاء اللي بيجوا بيمشوا عشان انت البرودكت بتاعتك مش واصفها صح على الستور بتاعتك، ممكن يكون عشان انت الداتا اللي انت مجمعها او مثلا البيانات المنتجات اللي انت عاملها مش افيلبل بشكل كافي، مش كواليتي بشكل كافي، عندك الستور مش احسن حاجه، وحاجات بقى كتير، تمام. عندك مثلا الداتا بتاعتك، البيانات المنتجات بتاعتك قديمه، على حسب بقى انت والايه، انت والاطار بتاعك، تمام. طيب في حاجه بقى مهمه جدا جدا، خلاص احنا بنشتغل على تجميع الداتا، وقلنا ان احنا واحنا شغالين على تجميع الداتا لازم بنخلي بالنا من العمليات دي، وتبتدي تشتغل على ستراكشر بشكل كامل. انا دخل لي 1000 عميل، وال 1000 عميل دخل منهم للسيلز 500، فانا وقع عندي 500. طب ال 500 دول وقعوا بسبب السعر، طب حلو قوي، تعالى بقى ايه نعمل حاجه تانيه، وقعوا بسبب السعر، تعالى كده بقى نشوف ايه حاجه تانيه، والله اسعار السوق، تمام، السعر في السوق، تمام، عشان ابتدي اقارن وابتدي اطلع بيانات وابتدي اشوف، تمام، انا طلعت السعر اللي موجود في السوق، وبناء على الاسعار اللي موجوده في السوق بدات اشتغل، تمام. طيب انا طلعت اسعار موجوده في السوق وابتديت اقارن، طب الاسعار اللي موجوده دي في السوق هنقول عليها ايه؟ هنقول عليها اسعار كميه، ان انا عندي ارقام معينه في السوق. طب انا لو هطلع مثلا، لو انا المفروض هطلع الاسعار اللي موجوده في المنتجات اللي موجوده في السوق، واطلع الديسكريبشن بتاع وصف المنتجات مكتوب ازاي في الستورز بتاع العميل، فهنا هعمل ايه؟ لا يبقى هنا دي داتا ايه؟ كمية، تمام. تعالى كده نقول ايه اسعار، تعالى كده نقول اسعار السوق، تمام، نقول ايه اسعار السوق، وخلاص انا عشان اشوف المشكلة هنا في التسعير دي ليه، انا ليه اسعاري مش تمام. طيب حلو، انا طلعت الاسعار بتاعتي، تمام، طلعت الاسعار بتاعتي، او طلعت الاسعار بتاعتي، تمام، فانا طلعت الاسعار بتاعتي عادي جدا، وبناء على الاسعار بتاعتي طلعت اسعار السوق. طب تعالى بقى نشوف الاسعار بتاعتي العملاء اصلا بيقولوا عليها ايه، تعالى كده شوف، هتبتدي بقى تبني ستراكشر الاسعار من وجهة نظر العميل، تمام. طبعا هنا مش هيكتب حاجة، فخلينا ايه نمشي كده، شكرا شكرا، ماشي ماشي، ايه شكرا، يلا يا بيه، دلوقتي كتبت الاسعار من وجهة نظر العميل، تمام، بص ما كتبش من الذين، ماشي، تمام، الأسعار من وجهة نظر العميل. هل بقى العميل أصلاً، هل العميل شايف إن أنا برضو أسعاري عالية ولا لأ؟ هل العميل شايف ان انا اسعاري عاليه ولا لا؟ طب ممكن يكون بقى ايه تاني؟ ممكن يكون الجوده، ممكن، وابتدي اطلع ايه الاسباب اللي ممكن العميل عشانها ما يشتريش او وقع من مرحله السوشيال للسيلز. طب نيجي بقى برضو للمرحله تانية، لما بيجي لي اصلا لما بيجي لي العميل قبل ما يروح عند بتاع السيلز، ايه الحاجات اللي انا بقولها له؟ هل انا بدي له انفورميشن معينه، الانفورميشن دي على السوشيال ميديا غلط بتخلي العميل ما يجيش؟ هل انا بدي له حاجات فيجوال تخليه مش احسن حاجه بالنسبه لي، مش بالنسبه لي، هو مش موافق على الكلام اللي انا بقوله؟ هل انا مثلا بقول له والله انت خد بالك الاسعار اللي احنا حاطينها دي مثلا اسعار عالميه، وبقول له كلام وحاسس ان انا حاسس ان العميل حاسس ان انا بقول له اي كلام وخلاص؟ طب هل مثلا دخلت في الشات مع العميل ورصيت له كلام كتير 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 قوي، فبالتالي العميل اصلا شاف المسج وقال لك مش هقرا كل ده وخد بعضه وخرج؟ هل انا مثلا وابتدي اطلع كل الداتا وابتدي افش كده الداتا بتاعتي كلها لحد ما هتلاقي الورق بتاعك
مليان 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 بيانات، بيانات كتير جدا جدا جدا. انت بتحاول تفهم العميل بتاعك، وتحاول تفهم العميل ده هل انا كده احنا شغالين معاه صح ولا غلط. طيب بعد ما جمعنا البيانات، في برضه نقطة مهمة قوي قوي، يعني انا بحسبها كمان رقم اتنين مش رقم ثلاثة، وهي اصلا احنا الاهداف بقى اللي احنا محتاجين نوصل لها ايه؟ محتاجين نوصل لها، تمام؟ الاوبجكتيف، يعني خلينا نقول عليها الاوبجكتيف. يعني في حاجات احتاج ان انا يعني اكتبها انجلش كده، اوبجكتيف، تمام. طيب الاوبجكتيف بقى بتاعتي، هل انا ماشي اصلا باوبجكتيف صح ولا غلط؟ يعني انا محتاج احط اوبجكتيف معينه، طب هل انا بعمل بقى كل ده عشان اوصل لاوبجكتيف معينه؟ ايه هي؟ هل انا محتاج اعمل اناليتكس بقى للعميل والقصص دي كلها علشان اوصل، عشان اوصل لمرحله معينه ان انا افهم، ولا عشان اخد ديسيشنز وقرارات، ولا عشان ايه بالظبط؟ فهنا بقول والله انا الهدف بتاعي اصلا من القصه اللي انا بعملها دي كلها، تمام، ان انا اوصل لقرارات، او اوصل مثلا، اوصل مثلا، اوصل، تمام، انا محتاج الاوبجكتيف بتاعتي اوصل لحل، تمام، او تعالى لا ثانيه، يلا يا عم، اوصل للعميل الحقيقي. انا محتاج اوصل للعميل الحقيقي، مش العميل يجي لي ويمشي، تمام. انا محتاج ان انا اطلع اوصل للعميل الحقيقي. طب هل الاوبجكتيف هنا ده كده صح؟ لا، الاوبجكتيف دي غلط. ليه بقى؟ لان مش حاطط لها ارقام. انا محتاج احط ارقام، انا محتاج احط ارقام، او ان انا مثلا عايز ابيع، زي ما حد من الناس لو فاضل كتب في الشات عايز ابيع، تعالى كده نقول ابيع. طب هل كلمه ان انا عايز ابيع ده صح؟ لا مش صح. ليه؟ لان انا لازم احط ارقام، انا محتاج احط ارقام. طب الارقام اللي ممكن احطها ايه؟ بناء على الجروس اللي حاصل قبل كده، وبناء على الخطوات اللي انا عايز امشيها. يعني مثلا ما اجيش انا مثلا الشهر اللي فات ما ببيعش خالص، تمام، واجي او ببيع بنسبه معينه، واجي الشهر اللي بعديه احط اوبجكتيف ان انا عايز ابيع ب 50,000 جنيه، ابيع بمليون و500 الف جنيه، ابيع، واحط كده ارقام من دماغي. لا ما فيش الكلام ده. انا بناء على الاناليتكس بتاعت الماركت، كمان من الحاجات المهمه اللي انا لازم احطها في الاوبجكتيف بتاعت البيع. يعني مثلا لو انا في السوق مثلا بتاع العقارات، ما ينفعش اقول ان انا عايز ابيع 1000 قطعه، ده مش، يعني مش لوجيك للسوق اصلا، ومش لوجيك لاي حد عايش على الكوكب، تمام. طيب لو انا مثلا في سوق ليه علاقه بالسيارات، ممكن احط شويه ان انا ابيع مثلا 5 عربيات في الشهر، تمام. طيب مثلا ممكن، مثلا لو انا مثلا ببيع ملابس، ممكن هنا احط ان انا عايز ابيع مليون قطعه في الشهر، تمام. هنا على حسب الاندستري، والاندستري نفسها ماشيه ازاي. طيب كمان الريسك في الاندستري عامل ازاي. يعني مثلا في الاندستري مثلا بتاعت الاندستري مثلا بتاعت الريال استيت، انا ممكن اجيب 100 عميل عشان اوصل لان انا في 3 يقفلوا معايا في الاخر، تمام، ده الافريج. ممكن مثلا في الملابس لا، انا ممكن اصرف بادجت معين عشان اجيب مبلغ معين. فالافريج بتاع السوق ايه؟ دي اول نقطه. تاني نقطه لازم انا اخلي بالي انا اصلا امكانياتي هتاهلني لايه، والكوست بتاعي عامل ازاي. فانا هنا لازم أنا افكر في التكلفه، تمام، بتاعتي اصلا، والربح، تمام، ونسبه البيع، تمام، وكمان السوق عامل ايه، تمام. الحاجات دي لازم تخليني اشوف انا احط نسبه مبيعات قد ايه. حاجه كمان لازم نبني ده على مثلا يعني الافريج بتاع الماركت نفسه، ان انا في حوالي، تمام، 18 شهر. يعني ايه في حوالي 18 شهر؟ يعني انا عشان اوصل لنسبه الرضا عن المبيعات لازم الموضوع او الريترن بتاعي ياخد حوالي 18 شهر. ليه 18 شهر؟ ليه سنه ونص؟ علشان توصل للليفل اللي انت محتاجه بتاخد ليه سنه ونص عشان تحقق نسبه مبيعات عاليه، وان انت تحقق ريفينيو. لان اوريدي اي مكان او اي ستارت اب او اي بروجكت لسه بيبتدي فروم سكراتش، ان هو يبيع تاني يوم الصبح ده، لا، يبقى احنا كده بنعمل ايه؟ يبقى احنا بنعمل سبوبه. يعني ايه؟ يعني جايبين شويه منتجات وعاملين لاندنج بيج بنحط عليها المنتجات وبنبيعها كده. انا بعمل سبوبه، بعمل شغل افيليت، بعمل ايا كان، انا ممكن تاني يوم بكره الصبح اقفل عادي جدا، تمام. انما لو بنتكلم في بزنس، لا، فانت لازم تبني جروس، تبني موضوع كده تاني مش عايزين نتطرق ليه، لكن خلينا نقول ان احنا لازم نحط اوبجيكتيف برقم. ما ينفعش ان انا احط اوبجيكتيف كده لله وللوطن، انا محتاجه اوصل لمبيعات مش عارف ايه، واي كلام بيتقال، ما ده ما ينفعش، تمام. فلازم احط الاوبجيكتيف بتاعتي كلها رقم، ما ينفعش ان انا اقول كده الاوبجيكتيف
اي رقم وخلاص، او ان انا عايز ابيع وخلاص. لازم احط رقم، والرقم يكون لوجيك على حسب السوق، على حسب نسبة البيع، على حسب الربح، على حسب الكوست بتاعتك، على حسب الكلام ده كله. لازم تكون انت عامل حسابك في الكلام ده كله. انما ما تجيش تاني يوم الصبح تقول والله انا محتاج ان انا ابيع. تمام. طيب بعد كده المفروض نشتغل على ايه بقى؟ احنا جمعنا بقى داتا كتير، وقعدنا نمشي على الاستراكشر بتاعنا يعني من هنا لايام، وقعدنا نحلل ونقول والله انا عندي مشكله، وقع هنا 500 عميل. طب ال 500 عميل اللي وقعوا هنا، المفروض ان انا بعد ما وصل هنا 500 تاني عميل، هنا جالي مثلا 300 عميل، فهنا في 200 عميل وقع. تمام. في 200 عميل وقع. طب ايه الاسباب بقى اللي خلت العملاء اللي راحت السيلز وقعت من بتوع السيلز؟ وقعت عملاء ليا بتوع السيلز. تمام. طب الناس اللي خدت سيرفيس المفروض، او اللي خدت البرودكت، تمام، ليه في نسبه مرتجعات؟ طب الناس اللي رجعت دي رجعت ليه، وايه الاسباب؟ ونبتدي نعمل اناليتكس بقى لكل الداتا اللي احنا شغالين عليها دي، ونبتدي نمشي بستراكشر كده بالورقه والقلم. يعني انا تحاول توضحها بالداتا والورقه والقلم وتجمع بيانات. ممكن تتعب شويه في تجميع البيانات عن اخر 3 شهور لو انت اصلا مش مجمع بيانات، دي هتعوز فيها حد يكولكت معاك الداتا، يكون هو اكسبرت في تجميع الداتا عشان يقدر يجمع لك بيانات صح. عشان انت جمعت بيانات صح، كل اللي جاي بعد كده اي كلام، مش هتستفيد منه اي حاجه. تمام. فخلينا متفقين ان انت لازم تمشي باطار ثابت واطار محدد في تجميع البيانات. طب احنا جمعنا بيانات بقى، وجمعنا معلومات، وجمعنا الاوراق، وعملنا كل ده. تعالى بقى المفروض بعد كده نعمل ايه؟ احنا عملنا كل الكلام الجميل ده وجمعنا البيانات وشفنا ايه؟ مبدئيا وانت بتجمع البيانات هتكتشف حاجات اصلا تلطم عليها. يعني هتلاقي نفسك بتقول ايه ده؟ ايه الارقام دي؟ ايه البيانات دي؟ ايه ده؟ ده في عملاء تصدق ان في عملاء كتير معترض عن السعر، ده تصدق ان في عملاء كتير بتقول والله ان المنتج ده شبه منتج تاني انا اروح ممكن اشتري هناك، تصدق ان في عملاء تانيين هيقولوا ان انا ممكن لو رحت اشتريت من المحل هيبقى ارخص لي من ان انا اشتري اونلاين. يعني مثلا كنا في واحده من الاناليتكس اللي كنا شغالين عليها، ان العميل بيبيع منتجات على ويب سايتس مختلفه من الويب سايتس بتاعت الاي كوميرس. تمام. طيب العميل ما كانش بيشتري منه خالص، العميل ما كانش بيشتري منه خالص. ليه بقى؟ بسبب ان العميل لما كان بيجي يشتري كان بيلاقي ان الكوست بتاع الشحن اعلى من ثمن البرودكت نفسه. يعني انا فرحتي اروح اجيب مثلا البرودكت ب 15 19 جنيه او حاجه، وعشان اجمع اكتر من كذا برودكت، واروح مثلا جمعت مثلا كام برودكت كده ووصل معايا الموضوع ل 45 جنيه. تمام. حلو قوي، يلا بقى نشتري، يلا ادفع بقى فلوس الشحن 85 جنيه. طب اللي هو ازاي بيلوجيك يعني؟ انا طب ما انا لا انا اروح اجيبه اصلا من صيدليه، او من محل، او من سوبر ماركت، او من اي مكان قريب. ليه ان انا اروح ادفع 65 جنيه واصلا المنتج كله على بعضه ما يكملنيش 45 جنيه؟ تمام. فده ما ينفعش. لازم ان انا اشتغل على الارقام اللوجيك. تمام. وابتدي اشوف ان انا ماشي بشكل صح ولا لا. طيب تعالى بقى بعد كده المفروض ان احنا نعمل ايه؟ نعمل كليننج. تمام. يعني ايه نعمل كليننج؟ نبتدي بقى ننظف الداتا اللي احنا عملناها. يعني انا دلوقتي المفروض ان انا جمعت الداتا بتاعتي. تمام. فلازم اعمل كليننج بقى، انظف بقى الداتا بتاعتي دي، واشوف الداتا بتاعتي دي هل هي اصلا كل البيانات اللي فيها دي انا محتاجها ولا لا. يعني مثلا لما جمعت الجزء بتاع السعر، تمام، لقيت والله ان السعر اللي انا ببيع بيه مقبول في السوق. يعني السعر اللي انا ببيع بيه مقبول في السوق، انا اسعاري مش عفوا اسعاري مناسبه. فهنعمل ايه؟ هنشيل، تمام، الداتا اللي مش محتاجين لها. تمام. احنا هنبص خلاص، احنا الداتا اللي احنا متاكدين منها، احنا متاكدين ان احنا بنرد على العملاء في السوشيال ميديا بشكل مظبوط، مفيش اي حاجه، والعميل بيخش مفيش اي مشكله. وانس بس ان العميل اللي ما بيشتريش هو ما بيشتريش لسبب ما ليه علاقه بالتارجت، خلاص يبقى السعر ملوش علاقه. تمام. يبقى انا كده ماليش علاقه. فانا همسح بقى ايه البيانات بقى مثلا الايه اللي ملهاش، اللي مش محتاجه البيانات المتكرره. تمام. انا دلوقتي جمعت بيانات، لقيت في عندي بيانات مكرره، بيانات خارج الاستراكشر. تمام. خارج الاستراكشر يعني ايه خارج الاستراكشر؟
يعني بيانات ملهاش علاقة بيا. جه بتاع الاتش ار قال لي والله ده انا عندي 50 عميل كانوا جايين لي وعايزين المنتج، وانا ما... طب انا مالي بعد انت بس دلوقتي احنا بنحلل بيانات السوشيال ميديا والعملاء اللي جايه من اطار السوشيال ميديا، انت بقى جايب 50 عميل للشركه وعايز تعمل حوار، ده موضوع تاني. فاحنا اصلا الداتا بتاعتك دي خليها بره كده بس على جنب، وبعد كده نبقى نشوف القصه بتاعتك دي. تمام. الحاجات مثلا اللي ينفع يتعمل لها دمج، يعني ايه يتعمل لها دمج؟ يعني مثلا انا بتاع الاتش ار اللي جاي يتفلسف ده جايب لي عملاء، والعملاء دول اصلا قدموا على السوشيال ميديا او قالوا لي احنا عايزين على السوشيال ميديا، خلاص هنعمل ميرج ما بين الاثنين، فانا مش محتاج الداتا بتاعت الاتش ار. تمام. فاحنا هنفلتريشن بقى ونعمل كليننج ايه للداتا بتاعتنا، علشان لما نعمل الداتا بتاعتنا نبقى ماشيين بشكل كويس، وما نبقاش احنا عاملين دمج للداتا. ما يبقاش انا مثلا عندي 500 عميل ما اشتراش، وفي الاصل هم مثلا اصلا هم 300 عميل. تمام. واحنا في داتا داخله في بعضها بتاع، جمعنا داتا من كل حته ولقينا ان الداتا بتاعتنا لازم توصل للاطار ده او توصل للرقم ده. تمام. طب خلاص احنا جمعنا الداتا وجمعنا البيانات وعملنا عملنا الاطار بتاعنا وجمعنا الريسورسز بتاعتنا والقصص دي، وعملنا كليرنج كمان، عملنا كليرنج للداتا بتاعتنا، نبتدي بقى ايه نشتغل على الاطار بتاع الاناليتكس بقى، نبتدي ايه نحلل بقى ايه البيانات دي، ونشوف هل البيانات دي بالنسبه لنا بقى مواكبه للهدف ولا لا، ونشوف هل احنا كده ماشيين بشكل سليم ولا لا. لازم بعد ما ننظف كده البيانات دي نشوف بقى هل البيانات دي تمام، نبتدي نراجع مثلا الاقسام او الاطراف اللي ليها علاقه بالموضوع، ونشوف بقى البيانات دي نقسم بقى الداتا بتاعتنا بعد كده بقى ليه ايه. تعالى كده نشوف احنا قدرنا نقسمها ولا ايه. ماشي. بعد كده المفروض ان احنا نقسم الداتا بقى، نقسم الداتا دي للاطار اللي ليه علاقه بالوقت وليه علاقه بالنتائج بتاعتنا. خلاص عرفنا ان مثلا الجوده تمام سبب رئيسي لطرد مثلا 500 عميل، ان في 500 عميل اعترضوا على الكواليتي، فاوريدي احنا عندنا في 500 عميل مشي بسبب الكواليتي، فاوريدي هنا احنا اناليتكس بقى تمام، بنطلع بقى ايه الاناليتكس بتاعتنا ونشوف هل احنا كده عملنا يعني طلعنا ارقام بسيطه ولا ارقام تقيله. مثلا عندنا مثلا هنا ان المكان تمام للاستلام بعيد عن العميل. تمام. انا بقول للعميل والله قابلني هو مثلا في اسكندريه، وانا بقول له والله قابلني في الكيلو 20 ولا كيلو 21 عشان تستلم. طب انا لا مش هاجي، مش هاجي استلم انا هناك كده، انت تجيب لي لحد هنا ببلاش. طب انا ليه بقى هروح بقى اروح اخد الكلام ده، وابتدي اجمع بقى. تمام. ايه بس بقى ايه بالارقام، يعني ابتدي اجمع بالارقام هل انا بالنسبه لي الكلام ده ولا، وطبعا هطلع تحليل تمام وصفي وكمي، عشان بس ايه نبقى احنا على نفس المنهج وعلى نفس الاطار بتاعنا. لازم تطلع ايه بيانات ارقام وتطلع بيانات احصائيه. طيب تعالى مثلا تاني الوصف تمام للمنتج على العبوه غير دقيق. تمام. مثلا في منتج من المنتجات يعني لما شلنا من عليه كلمه صنع في الصين اتباع بشكل كبير جدا على فكره. تمام. ودي كلمه كانت مانعه يعني لما قعدنا نعمل اناليتكس لقينا ان البرودكت مكتوب عليه صنع في الصين. تمام. ومكتوب عليه بشكل واضح يعني يكاد يكون من بعيد تشوف. فلما اتشالت عينيه الصنع في الصين وما تحطش عليه اي صنع في اي حاجه، فاوريدي العميل مش عارف ان هو صنع في الصين، بس في نفس الوقت هو مش مكتوب عليه ان هو صنع في اي حته. لو العميل سال تمام، ومش كل العملاء هتسال ده صنع فين، فبنقول له ما سالش خلاص، والعميل بيستخدم وبيكمل وعادي جدا والدنيا جميله وما بيشتكيش ولا اي حاجه. لكن نسبه المبيعات عليت بنسبه 23%. طب ليه بقى؟ ليه؟ لان خلاص احنا شفنا في الاناليتكس ان في حاجه وصفيه محطوطه هي مش احسن حاجه ومش مظبوطه في الـ مش مظبوطه في الداتا بتاعتنا. تمام. ده دي المفروض حاجه وصفيه، انا في حاجه في الوصف مش مظبوطه، وكمان في نفس الوقت الداتا بتاعتي اقدر ان انا اطلعها بشكل وصفي. تمام. بعد كده كمان لازم نشوف او نفهم الاسباب. خلاص احنا فهمنا ليه بقى انا عندي مثلا على كده مش عارف هو تعالى كده. تمام. نفهم الاسباب تمام اللي بتخليني اطلع تعال كده نقول ليه بطلع مثلا منتج
ضعيف. انا ليه ايه اللي يخليني بطلع منتج ضعيف؟ ما انا ممكن يكون انا عندي الجوده قليله لان انا اصلا سعري قليل ومناسب مع الناس، بس في نفس الوقت انا بتكلف تكاليف كتير. يبقى هنا نرجع بالقرارات، القرارات نروح عند بتاع المشتريات نقول له بعد اذنك شوف لنا مواد خام تتطابق مع المواد دي لكن باسعار اقل، شوف لنا موردين تانيين وما الى ذلك. ايه بقى ممكن يكون التكاليف؟ ممكن يكون احنا بنبقى بطاء قوي في تسليم المنتج، ممكن يكون المكان بعيد، ممكن يكون مثلا العميل مثلا بيشتريه بالجمله اسهل وما الى ذلك. ممكن يكون عندنا مثلا في مشكله في البوزيتيف، احنا عندنا الحاجات الايجابيه وعندنا الحاجات اللي ليها علاقه بالفيتشرز بتاعت المنتج فيها مشاكل وما الى ذلك. نبتدي بقى نحلل الكلام ده. طيب تعالى كده ممكن نعمل اصلا بعد ما نعمل الكلام ده نحلل اصلا البيانات دي بسبب تمام مختلف. يعني ايه بسبب مختلف؟ بسبب اصلاحات، تمام، ان احنا محتاجين ناخد اصلاحات كبيره في الشركه في المنتجات. ممكن يكون تنبؤ للسوق، انا ببيع وكل حاجه بالنسبه لي تمام وزي الفل، بس انا عايز اشوف السوق رايح فين، الناس بتروح على ايه اكتر، العملاء بتوعي هيفضلوا ايه قدام. ممكن يكون بدل كل ده انا محتاج عشان اكشف مثلا عن مشكله زي ما احنا قلنا ان احنا بنحط سؤال، يعني انا مثلا عايز اوجه تمام الاستثمار بتاعي، تمام، يعني انا دلوقتي فاتح مثلا في دبي فانا ومسجل الشركه بتاعتي مثلا في دبي وببيع هناك زي الفل، عايز بقى انزل السوق المصري وابتدي ابيع هناك. طب انا عايز اشوف بقى وابتدي اعمل اناليتكس للكلام ده واعمل داتا اناليتكس للاطار ده، تمام، عايز اعمل ايه، تعالى خلينا نمشي كده نعمل حاجه كويسه واعمل داتا اناليتكس للكلام ده كله. فهنا بيجي مرحله الاناليتكس بقى، تمام، نيجي هنا ايه مرحله الاناليتكس ايه للداتا، تعالى كده نقول داتا، تمام، او نقول ايه اناليسز، تمام، الداتا. تمام، فانا هنا بعمل ايه؟ بعمل اناليسز للداتا. خلاص بقى انا طلعت البيانات بتاعتي وعملت لها فلتريشن وبلا بلا بلا والقصص دي كلها، فخلاص بقى انا بعمل ايه؟ اناليسز ايه للداتا. ماشي، اوكي، بعمل ايه اناليسز للداتا بتاعتي عشان لما اشتغل على الداتا دي تبقى الامور بالنسبه لي. تعال كده معلش هنمشي بالخط ده كده بعد اذنكم معلش، تمام، فانا محتاج اعمل اناليتكس للداتا بتاعتي علشان الامور معايا تكون مظبوطه ولما انزل الدوله دي ابقى انا فاهم الامور بالنسبه لي ماشيه ازاي. خلاص انا حللت وفهمت المشكله فين وعرفت التفاصيل بتاعتي ايه والكلام ده كله، ببتدي اعمل ايه بقى؟ بعمل ايه؟ ببتدي اشرح، تمام، ببتدي اشرح البيانات دي واطلع التفاصيل بتاعتها. بعمل ايه؟ بعمل برزنتيشن، تمام، تعالى كده نقول ان احنا بنعمل ايه، تمام، بنعمل برزنتيشن ايه للداتا بتاعتي وابتدي اعرضها، وبعد كده ببتدي ايه اخد قرارات اساسيه وابتدي ان انا اخد ديسيشن على الكلام ده. يعني انا دلوقتي عندي مشكله في الـ عندي مشكله في الـ عندي مشكله معينه وعملت البرزنتيشن بتاعتها وقلت يا جماعه احنا عندنا مشكله في الجوده، تمام، ودي لاسباب 1 2 3 وعرضت الارقام بتاعتي وان دي الاسباب الاساسيه. بعد كده المفروض يتاخد ديسيشن، الديسيشن اللي هو بقى ايه؟ نبتدي نعدل. والله انا عندي مشكله في التصنيع، خلاص يشوفوا لنا مورد تاني، لازم تشوف مورد تاني، تمام، ما عنديش مورد تاني يبقى اقفلها احسن. ليه بقى؟ هتفضل تخسر واديك على الاقل عرفت السبب ايه، تمام، وبناء على السبب ده بدات ان انت تاخد قرار وتشوف انت المفروض هل قراراتك سليمه، هل البيزنس ده قايم بشكل مظبوط ولا لا. طبعا الكلام ده احنا كل الاطار ده واخدينه على مثال، تمام، انت ممكن تشتغل ده على كل حاجه انت ممكن تشتغلها، تمام، انت ممكن تاخد ده على اي قرار انت محتاج تتاخده. يعني انا واحد من الناس لما باجي اخد قرار ببتدي اعمل له اناليسز، تمام، ببتدي اشوف هل انا هاخد القرار ده صح ولا لا، هل الامور بالنسبه لي كده ماشيه بشكل مظبوط ولا لا، هل انا كسبان من الموضوع ده ولا لا، هل انا المفروض يعني، وابتدي اناليتكس. خلاص انت مع الوقت لو انت يعني مشيت بالاطار ده هتلاقي نفسك
تلاقي نفسك خلاص اتعودت على الموضوع ده، وبقيت قبل ما تاخد اي قرارات حتى ده بينفع في حياتك الشخصيه، بينمي عندك ان انت تقدر تاخد قرارات مصيريه في حياتك. انا قرار بقى شقه، جواز، شغل، سفر، ايا كان، لازم تاخد قرارات. تمام، خلينا نقول قرارات، تمام، لايه؟ لحل المشكله او التوجهات الجديده. تمام، خلينا نقول ايه؟ التوجهات الجديده. تمام، فخلينا كده لو قلنا بشكل سريع المفروض ان احنا بنعمل ايه، او المفروض الاطار بتاعنا بيمشي ازاي عشان تمشي تفهم. خد بالك ده كله بيزكس داتا اناليتكس يعني. تمام، انت لازم يبقى عندك سؤال انت بتفترضه عشان تعمل عليه اناليتكس. لازم انت بعد ما خلاص فرضت السؤال تبتدي تطلع الديتيلز بتاعه السؤال، وتطلع المفردات بتاعه السؤال، وتشوف انا والله ما ببيعش، طب ليه؟ طب تعالى كده نشوف البروسيس بتاعت العميل بيخش على السوشيال ميديا او بيبتدي يجي لنا كولز، بعد ما بيجي لنا بيحول للسيلز، بعد السيلز بيبتدي يتحول لان هو ياخد الخدمه. فالاطار ده كله ايه المشاكل اللي بتحصل، وكم عميل بيسقط في كل مرحله. طب انا بعد ما اعمل اناليتكس دي الاوبجيكتيف بتاعتي ايه؟ والله انا محتاج ان انا احدد مبيعات. طب هل دي اوبجيكتيف؟ لا، انت لازم تحدد بالارقام. اي اوبجيكتيف من غير ارقام فانت بتقول اي كلام في الحماده. تمام، بعد كده بنعمل كليننج للداتا دي. انا خلاص طلعت كل البيانات اللي عندي، لقيت حطيت ايدي على كام مشكله بطلعهم، وبعد كده بفلتريشن بقى بشيل بقى ايه كل الحاجات اللي انا مش محتاجها على حاجات الميرج، ببتدي اشوف الحاجات اللي هي محتاج اعمل جنبها دمج البيانات اللي انا مش محتاجها ومش بتديني اي انفورميشن، وبعد كده ببتدي اعمل اناليسز للداتا الحقيقيه اللي انا طلعتها، وبعد كده بعرضها في برزنتيشن وادخل في ديسكشن عليها، وبعد كده باخد فيها ديسيشن عشان اقدر اطلع قرار مظبوط على حسب البيانات بتاعتي، واشوف انا المشكله بتاعتي والمفروض الحل بتاعها ايه، وهل انا كده ماشي بشكل مظبوط وماشي في اطار مظبوط، ولا انا ماشي بشكل مش مظبوط. تمام، لان الحاجات دي مع الوقت بتفرق جدا جدا، وكل ما انت اجلت الشغل بتاع الاناليتكس بتاعك كل ما كان الموضوع عندك فيه مشكله، كل ما الازمه عندك هتلاقيها كبيره. انت هتلاقي نفسك عمال، لو انت هتعمل داتا اناليتكس علشان تشوف امر معين او علشان تاخد قرار في حاجه معينه، كل ما انت اخرت، كل ما اخرت الكلام ده، كل ما انت الامور بالنسبه لك هتبقى معقده بشكل كبير، وهتلاقي نفسك مش قادر تاخد قرار بشكل مثالي، وهيبقى عندك تضارب في المعلومات، هتبتدي ان انت تصرف اكتر. لو هو انت في بيزنس هتبذل مجهود اكتر، لو انت في اطار غير البيزنس او جوه البيزنس هتبتدي تلاقي نفسك بتتخبط، مش تعرف تاخد قرار، ولو خدت قرار برضه هتاخد قرار مش احسن قرار ممكن تاخده. تمام، فيعني من الحاجات زي ما قلنا، من الحاجات المهمه قوي قوي قوي، من الحاجات المهمه قوي قوي ان انت تاخد قرار، وعشان تاخد قرار لازم تكون بتدرس القرار ده بشكل مظبوط، وعشان تدرس القرار ده بشكل مظبوط لازم تشتغل عليه داتا اناليتكس، وعلشان تشتغل داتا اناليتكس لازم تفهم الاطار بتاع الداتا اناليتكس وازاي ان انت تمشي فيه بشكل مظبوط. تمام، طيب خلينا كده ناخد يعني نفتح بقى ايه، نفتح المايك كده ونحاول نشوف لو حد عنده سؤال، او حد عنده اي حاجه محتاج ان هو يسال فيها. ممكن يعني حد يتست كده المايك ويقول لي انا عندي سؤال او اي حاجه، او حد يدخل ناش لو ما كانش حد عنده سؤال. طب قولي لي، طب ان المايك شغال حتى، خلينا نشوف كده. لا، ما انا اكيد مش الدنيا بالنسبه لي مش يعني مش مفهومه قوي كده عشان ما حدش عنده سؤال. مساء الخير يوسف فتح المايك. يوسف، مين معاك؟ انا كنت بس اول طيب خلينا كده نشوف. هو حضرتك بس عايز تسأل طب الصوت شغال؟ سامعيني؟ انا كده بدأت اشك بالصوت. كده انت سامعني؟ الصوت بعيد قوي. طيب انا يعني يوسف انت بتتكلم بس الصوت بالنسبه لي بعيد قوي، فانا مش سامعك خالص. تمام، طب ازاي نستمر في ان العميل بيفضل دايما فاكرنا؟
طيب ده سؤال بعيد شويه، بس خلينا اقول لك ان عشان العميل يفضل يفتكرني لازم ان انا اكونكت معاه. اكونكت معاه يعني ايه؟ يعني لازم دايما افكره، عيد ميلاده لازم اكون معاه في الحاجات اللي بتفيده من غير انكم ليا. يعني لو العميل دايما حس ان انا بديله فوائد او بديله بنفيتس او بديله حاجات يستفيد بيها خارج الاطار، خارج الاطار بتاع ان انا بجيب منه فلوس، هو العميل مش هينساني. طيب ده بيعتمد على حاجه بنبنيها اسمها لياليتي سيستم. تمام، لياليتي سيستم اللي هو ايه؟ النظام بتاع ان العميل يكون عنده ولاء ليا. طيب وده بقى ليه افرع كتير جدا، زي ان انا واحده منها او من اهمها ان انا بخلي العميل يبقى عنده ولاء ليا، سواء ان انا بديله هدايا، سواء ان انا بعمل له اوفرز معينه وما الى ذلك. تمام، فدي من الحاجات المهمه اللي بتخليني اتابع مع العميل، وان العميل ما ينسانيش وان دايما يفتكرني. ها كمان خدمه ما بعد البيع، يعني العميل اشترى مني افضل ان انا فولو اب معاه. طب انت تمام؟ في حاجه محتاجها؟ طب هل البرودكت معاك لحد دلوقتي او السيرفيس بتاخدها بشكل كويس؟ في عندك اي مشكله محتاجها؟ في حاجه مش واضحه بالنسبه لك وما الى ذلك؟ دي كلها حاجات بتفرق قوي قوي مع العميل، وبتخلي العميل ما فعلا فعلا يعني يخلي العميل فعلا ما ينسانيش. تمام، طيب حد تاني عنده سؤال؟ السلام عليكم. السلام عليكم. تمام، عندي سؤال على الاكوايرنج داتا. يعني لو انت في مشروع او اتفضل. بزنس، ما خلينا نقول تشتغل في الميه مثلا، زي الميه او مصنع ميه، ازاي تمام وعايز تبدا شغل، ازاي تمام استخلص الداتا من خلينا نقول من مكان عمل او من مكان ما فيش معلومات متوفره اونلاين، يعني لازم استخلصها ازاي؟ ايه الطريقه ان انا اجيب داتا ارقام حقيقيه؟ تمام يعني انت محتاج تطلع الداتا بتاع، انت هتفتح بيزنس فمحتاج تعمل عنه ريسيرش علشان تعرف الاطار بتاع البيزنس في الميه عامل ازاي عشان تاخد عليه قرار، صح كده؟ انا فاهم صح؟ صحيح. تمام، هنا بقى في عندي نقطتين. لازم ان انا انزل اعمل سيرش بايدي، تمام، انزل على الارض في الحاله دي وما اشتغلش اونلاين، انزل اروح الشركات واعمل سيرش مع الناس اللي بتستخدم او بتشتري الميه، واعمل ريسيرش مع الديستريبيوتر اللي هم بياخدوا الميه يبيعوها، واعمل سيرش كمان مع شركات الميه نفسها. يعني ببتدي ان انا اعتمد على اكتر من طريقه، يا اما بعتمد على طريقه السيرفي ان انا بنزل اقابل مدير مشتريات، اقابل مدير ايا كان ايه هو، بس اكيد مش هعرفه بنفسي على اني منافس يعني. تمام، بس ببتدي اجمع منه معلومات، او بجمع معلومات من الورق الحكومي التابع للدوله، ببتدي اشوف الورق بتاع الحكومي بيقول ايه، احنا عندنا كام شركه في الدوله اللي انا فيها، الشركات دي الانكم بتاعها او الدخل بتاعها بيمشي ازاي، الاوراق بتاعتها كام شركه مسجله، الاطار العام بتاع المكسب بتاعها واصل لحد فين وما الى ذلك. تمام، فانا يا اما بعمل اصلا بيرمستورنج كده مع الناس اللي شغاله كمجموعات، يعني بجمع الناس اللي عندها خبره في المجال لكن مش موجوده في شركه ولا موجوده في اي حته. انا مثلا اعرف حد شغال مثلا في شركه من شركات المايه، ببتدي اوصل ليه مع كذا حد من الناس اللي شغاله، وابتدي اتناقش معاهم وافهم منهم الاطار العام ماشي ازاي. حاجه كمان من الحاجات اللي ممكن نعتمد عليها الاونلاين سيرش. الاونلاين سيرش على فكره من الحاجات المهمه جدا واللي بتجيب فعلا فعلا معلومات كبيره جدا جدا، لكن ده بيعتمد على مدى فهمك لطريقه البحث نفسها. يعني عشان اعمل سيرش على جوجل مثلا او على اي سيرش انجن او اي محرك بحث، لازم اكون فاهم انا بعمل بحث عليه ازاي عشان اقدر اطلع بالمعلومه المفيده. هتلاقي عليه كل المعلومات اللي انت محتاجها ايا كانت ايه هي، هتلاقي تقارير، هتلاقي احصائيات، هتلاقي كمان في الاخبار. ممكن من الحاجات المهمه جدا اللي بنعتمد عليها في عمليه السيرش وان احنا نجيب انفورميشن عن اي بزنس ايا كان ايه هو، الاخبار. الاخبار من الحاجات المهمه اللي بتدينا يعني احصائيات وبنعتمد عليها بشكل كبير يعني. فدي كلها ريسورسز ممكن تعتمد عليها وطرق ممكن تستخدمها يعني. تمام، في كمان شركات على فكره بتشتغل على المواضيع دي. يعني ممكن شركه، لو انت الاطار العام بتاعك هيكون يعني الاطار العام للموضوع واسع بشكل كبير، ممكن تعتمد على شركات ريسيرش تجيب لك كل الانفورميشن، وكمان تديك تعمل لك سجست او تعمل لك ترشيح للقرار الصح اللي المفروض تاخده يعني. تمام، سؤال واحد اتفضل. الاول، هل في شركات توفر رو ماتيريال يعني داتا رو انت وبعدين انت تحللها بنفسك،
تاني مين افضل الشركات اللي في الداتا اناليسز او في توفير الداتا في المينيا، في المينيا ريجن؟ يعني لو انا مش هشتغل في مصر مثلا، بشتغل في الخليج او مثلا ليبيا او تونس، دول تانية غير مصر، يعني ممكن انا استخلص منها معلومات كتير متوفرة ببلاش، لكن انا عايز اروح لشركة تديني انسايتس على الدولة دي او على المدينة دي. محتاج يعني انت محتاج تروح لشركة تديك انسايت عن المدينة دي صح؟ على الدولة او على المدينة، طيب الداتا طيب يعني انا مثلا اتفضل. ادي لك اكزامبل عشان اوضح لك اكتر. مثلا انا هشتغل في ليبيا، تمام، تمام واخترت مدينتين اللي هم اكبر مدينه، مثلا العاصمه والمدينه الثانيه هي مثلا طرابلس وبني غازي زي القاهره واسكندريه كده، تمام. تمام فانا عايز داتا مثلا عن متوسط الاعمار، كان في ذكوره، كان في اناث، اعمار من كذا كذا، يعني عايز الارقام دي سبيسيفيك تكون عشان اعرف اعمل سيجمنتيشن مظبوط للناس اللي انا مستهدفها. الارقام دي ممكن اي شركه، لو انت بتتكلم في الارقام دي تحديدا اللي حضرتك بتقولها دي تحديدا، في اي سيرش ماركتنج يقدر يطلعها، مش هتحتاج شركه، تمام، وعن اي مكان. دي امرها بسيط لو انت بتتكلم في الداتا دي تحديدا، لو انت بتتكلم في البيانات دي تحديدا او في الاطار العام للبيانات دي، ده ممكن اي ايجنسي تقدر تطلع البيانات دي بحبه سيرش يعني، تمام. لو انت بقى محتاج حاجه مخصصه ممكن يعني بعد الميتنج تبعت لي، يعني اقول لك كام شركه كده، وابعت لك كام شركه ممكن تتواصل معاهم وتشوف ازاي انت تقدر يعني تكونكت بقى ما بينك وبينهم، وتقدر ان انت توصل لحاجه معاهم يعني. تمام، شكرا. تمام. طيب ايه الادوات اللي ممكن استخدمها في تحليل البيانات زي مثلا وي ار سوشيال ميديا؟ طيب خلينا نقول ان موضوع التولز اللي ممكن نستخدمها دي بتعتمد على حسب الاوبجكتيف اللي انا محتاجها وعلى حسب الاطار اللي انا بشتغل عليه. يعني مثلا لو حاجه زي موضوع المياه زي ما كنا بنتناقش دلوقتي، فده هيحتاج اطار معين من التولز وطرق مختلفه. لو انا مثلا المفروض اشتغل على حاجه زي وي ار سوشيال ميديا وما الى ذلك، فده بيبقى حاجه ليها علاقه بالديجيتال. طب تعالى كده مثلا نشوف، لو انا هل في تولز اصلا اونلاين اعتمد عليها؟ في تولز كتير، وممكن بعد ما نخلص ابعتها لكم واقول لكم ايه التولز اللي ممكن نعتمد عليها. في مواقع كتير مختلفه ممكن نعتمد عليها، مثلا في الداتا ليدر، تمام، عشان برضو الناس اللي ممكن بعد كده تبقى تراجع الفيديو لما ينزل اليوتيوب او حاجه. في داتا ليدر، في كمان اوبن رافينج، ده برضو كويس. في مثلا بيم برضو من المواقع اللي ممكن تديك اناليتكس، ممكن برضو لابس برضو من المواقع اللي بتديك داتا اناليتكس وبتديك داتا لايرز كويسه. في برضو فيجواليز برضو كويس. في برضو على فكره جوجل من التولز المهمه جدا، يعني جوجل من التولز اللي على فكره، او من الاماكن اللي ممكن تعمل على سيرش تجيب لك اللي انت عايزه بشكل كبير جدا، تمام. داتا بوكس، تمام، كل دي تولز بتساعد في 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 عمليه السيرش والاناليتكس وما الى ذلك. مثلا في داش ديس و يعني دي كلها تولز، يعني بس يعني فتحتها لكم من الداتا اللي عندي. ممكن تخش بقى وتعملوا ساين ان بقى وتحاولوا، وفي منها فري على فكره، وفي منها مدفوع، وفي حاجات مختلفه. يعني انت بقى يعني انا مش اكيد مش هتعمل داتا اناليتكس وسيرش وانت مش عارف تعمل سيرش يعني. فدي من الحاجات يعني الحاجات اللي او من التولز المهمه يعني، تمام. وانت شغال دور على اي تولز هتلاقي فيه حاجات كتير جدا جدا جدا، تمام. تعالى مثلا لو انت عملت مثلا ماركت، مثلا تعالى مثلا نقول مثلا مثلا اي مثلا اي اي برودكت او اي حاجه، تمام. تعالى مثلا نقول لابتوبس مثلا ماركت مثلا ان ايجيبت مثلا، تمام. لو انت عملت سيرش عن مثلا هتلاقي بقى في بقى اماكن بتديك ريسيرش. تعالى كده تقريبا انا مش عامل لكم شير تقريبا يعني، تمام. احنا عملنا سيرش دلوقتي على اللابتوب مثلا ماركت ان ايجيبت، تمام. وانت بتبتدي تعمل سيرش يبتدي يطلع لك كل الداتا والاحصائيات بتاعت الكلام ده، وتبتدي تشوف اللابتوب مثلا يطلع كل الانفورميشن. تعالى كده مثلا نشوف ده مثلا هيديك
الاسعار وهيديك النسب، تقدر تاخد منه الاسعار. تعالى كده مثلا نشوف حاجه تاني تديك ريبورت. على فكره ممكن مثلا تكتب لابتوب ماركت ان ايجيبت بي دي اف، تمام، هيطلع لك ريبورت كامل. تعالى مثلا نشوف الريبورت ده بيقول ايه، تمام. هتلاقي فيه مواقع بتديك تقرير، ده مثلا ده من الاحسن المواقع اللي ممكن بتدي ديتيلز بشكل كبير، تمام. هتلاقي بص كاتب لك كل الانفورميشن عن الداتا اللي انت محتاجها، هتلاقي فيه تفاصيل مختلفه، هتلاقي فيه ارقام، تمام. طبعا هو هنا مش هيديك الداتا كامله لان بتبقى مدفوعه، لكن هتلاقي فيه داتا واضحه لك. هتلاقي في مواقع بتديك ريبورتس كامله، وهتلاقي في مواقع بتديك حاجات مختلفه، في حاجات هتلاقيها مدفوعه، في حاجات هتلاقيها بارقام، تمام. في ناس هتديك اكس، وفي ناس هتديك ريبورتس، تمام. فهتلاقي في مواقع بتديك ارقام بشكل كويس. انا كل ده عامل سيرش بكي وورد واحده، تمام، طبعا مع اختلاف الكي ووردز وما الى ذلك، تمام. تعالى مثلا نشوف التارجت، مثلا تعالى كده مثلا نشوف مثلا ده بيديك ارقام، تمام. تقدر تقول والله انا ايه الارقام اللي انت محتاج توصل لها، المعلومات اللي انت محتاج توصل لها، ما زيك مع السيرش هتلاقي فيه على فكره ريبورتس وارقام كتير جدا جدا، وهتلاقي فيه هتلاقي فيه داتا بتطلع لك. بس انت اعمل سيرش وحاول تشوف الارقام اللي موجوده ايه، الاحصاءات اللي موجوده ايه. المواقع في مواقع كتير جدا بتلاقيها بتطلع لك ارقام زي ما انت عايز، تمام. طيب تعالى كده نشوف ايه تاني، ايه الادوات اللي ممكن استخدمها. خلاص احنا اتكلمنا في موضوع التوز، تمام. تمام، الناس اللي بتتكلم على البروجرام بتاع المنتور ممكن تتواصلوا مع التيم على الواتساب، على الفيسبوك او اي بلاتفورم، هينسقوا معاكم كل اللي انتم محتاجينه، تمام. ممكن حضرتك تقول اسامي المواقع دي تاني. بص هو ممكن نزهراء ترجعي، انا هبعت لكم المواقع، تمام. ولو رجعتوا للفيديو لما ينزل على اليوتيوب تقدروا توقفوا وتعملوا بوز وتشوفوا اللي انتوا عايزينه، تمام. هبعت لكم، حاضر، ماشي. التولز، عندي مشكله في ما عايز اسرع، ايه هي الرود ماب والداتا فور. بص الفرق ما بين بشكل عام كده الداتا اناليتكس رود ماب. الرود ماب بتديني التفاصيل بشكل عام وبشكل ستراكشر، تمام. عندنا في الداتا اناليتكس بتبتدي تخش في مراحل مختلفة، يعني الداتا اناليتكس بتديني الديتيلز، بتمشي على نفس الديتيلز اللي احنا مشينا عليها دي. طب الرود ماب بقى، الرود ماب بتديك الخريطة الكاملة للاستراكشر. لو احنا مثلا شفنا، لو انت مثلا تعرف يا يوسف، تعرف الاستراكشر او الاستراكشر والرود ماب من التولز والحاجات اللي احنا بنستخدمها فيها. يعني مثلا انا دلوقتي عندي، تعالى كده مثلا نشوف حاجه معينه، مثلا تعالى كده مثلا انا عندي، تعالى كده اعمل لك شير على حاجه و تمام. بص مثلا كده، تمام، ده مثلا لو انا هشتغل رود ماب، تمام. طب ايه اصلا الرود ماب؟ الرود ماب بنستخدمه عشان نعمل استراكشر بشكل كامل، تمام، ونبتدي نشوف ايه التفاصيل بتاعه الشغل اللي هنشتغله. تعالى مثلا كده نعمل هنا مثلا استراكشر كده، تمام. شوف والله انا مثلا محتاج ان انا انظم مثلا شغل الشركه مثلا او شغل العملاء. فانا دلوقتي عندي بتوع السيلز، تمام، عندي مثلا، وممكن كمان احط لها التواريخ والداتا بالمونثز مثلا، او احط لها التواريخ والداتا بتاعتها بالخطوات. احط لها في حاجه كمان بنعتمد عليها اسمها جونت شورت، تمام. دي من الحاجات، احسن الحاجات اللي ممكن تعتمد عليها، تمام. فاحنا بنحط بقى ايه، بنحط التفاصيل، تمام، وبنحط الديتيلز بتاعت الاستراكشر بتاعنا، ونشوف الفرق ما بين الاثنين. انا والله المفروض ان انا اشتغل على خريطه معينه او تايم لاين معين، وبناء على التايم لاين ده هبتدي من يوم كذا ليوم كذا، تمام. انا مثلا عندي بروجكت، مثلا البروجكت ده باس اي او، تمام. فانا المفروض مثلا هبتدي من اول يوم واحد في الشهر لحد يوم 10، هبتدي اعمل ايه؟ هبتدي ان انا اشتغل مثلا على ان انا اعمل الكيوردز. هبتدي ان انا مثلا من يوم 10 ليوم مثلا 20 هبتدي اشتغل على الاجزاء اللي ليها علاقه بالتك، او الاجزاء اللي ليها علاقه بالتكنولوجي، تمام. فهي يعني خريطه بمشي عليها بس في جدول، ولا اكتر ولا اقل. يعني خريطه بمشي عليها في جدول ولا اكتر ولا اقل، تمام. انا هحاول برضو هوريك اكزامبل مثلا،
تمام. وفي المثال ده الامور هتوضح لك بشكل كبير. انتوا خليتوني افتح حاجات ايه، فخليني كده اقول لك مثلا تمام، هدي لك مثال. تعالى ادي لك مثال. بص مثلا، تعالى كده لو احنا بنتكلم في الرود ماب، فانا عندي مثلا المفروض ان انا هشتغل على التاسك مثلا 1 تمام. تعالى كده، ودي بنستخدمها على فكره في الناس اللي معانا في البروجرام بتاعت المنتور، طبعا اكيد حافظين الاستراكشر ده بشكل كامل، يعني خلاص تقريبا بيخش عليه على طول عارفينه تمام. انا المفروض ان انا هشتغل مثلا التاسك الاولاني او الاستراكشر والجزء الاولاني مثلا من يوم كذا ليوم كذا، هياخد مني كام يوم وهيمشي معايا في الاطار. مثلا ده هياخد مثلا مني 10 ايام تمام، فخلاص اوريدي علم معايا تمام. ده مثلا هياخد مني 20 يوم، فخلاص علم معايا تمام، وابتدي اتابع واعمل فولو اب للكلام ده تمام. فدي من الحاجات او الفرق ما بين الرود ماب وما بين الاناليتكس. فدي حاجه تانيه يعني تمام. طيب تعالى كده نشوف ممكن نعرف ايه هي الداتا ساينس. الداتا ساينس تحليل برضو البيانات. بصوا يعني حاولوا ما تخشوش قوي في الاجزاء اللي ليها علاقه بالاكسبريشنز تمام، لان الاكسبريشنز هتلاقيها بتوهك بشكل كبير. ركز مع بس الداتا ساينس هي تحليل البيانات يعني تمام. انت جمعنا البيانات اشتغلنا على داتا ساينس تمام، هي دي نفس الفكره تمام. فانت حاول ما تخشش في ما تتوهش نفسك في مصطلحات، لان المصطلحات كتير وفي مصطلحات باكسبريشنز مختلفه وما الى ذلك. فحاول تركز بس على الاجزاء دي تمام. بس هي الداتا ساينس ليها علاقه زي ما قلت لك بالاجزاء، ان احنا جمعنا داتا بنبتدي الكلام ده. وعلى فكره فيها يعني متعدده قوي 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 في علوم كتير يعني. الداتا ساينس دي هتلاقيها ليها علاقه اكتر بالخوارزميات والانظمه اللي هي ليها علاقه بالحاجات العلميه والمعرفه والافكار وما الى ذلك تمام. والحاجات اللي هي ليها علاقه مثلا بمجال الحاجات اللي ليها علاقه بالمجالات العلميه اكتر تمام يعني. فدي دي دي دي, دي ده الجزء اللي ليه علاقه اكتر بالداتا ساينس والكلام ده تمام. فدي من الحاجات المهمه اللي بنعتمد عليها في الجزء ده، يعني ان احنا بنعتمد على الداتا ساينس في الاجزاء دي تمام. طيب حد تاني عنده سؤال قبل ما نكلوز النهارده؟ انبسطت جدا بصراحه معاكم النهارده يعني. حد تاني عنده سؤال؟ طب بالنسبه للكورسات اللي ممكن تاهلني للداتا اللي ممكن اخدها زي سيكوال، طبعا سيكوال والبايثون من الحاجات المهمه جدا جدا، لكن قبل ما تاخدهم تمام، قبل ما تاخد بقى الحاجات دي حاول الاول تبقى فاهم يعني. ما تروحش تاخد الحاجه كده وانت مش فاهم يعني. قبل ما اروح بقى واخد السيكوال واحشر نفسي في الحشره دي، لا افهم الاول داتا اناليتكس، افهم الاكسبريشنز اللي بتتقال، افهم التيرمز والمصطلحات والكلام اللي بيقعد نقوله، افهم ازاي واعمل تيست مع نفسي مره واثنين وثلاثه وما الى ذلك. بعد ما خلصت خلاص وفهمت الليله ماشيه ازاي، اروح بقى اخد الكورس اللي انا عايزه عشان ابقى فاهم الكلام اللي بيتقال. انما ما اروحش ان انا يعني ما اروحش ان انا اخد بقى بيانات واخد معلومات وانا اوريدي بالنسبه لي مش فاهم بقى ايه اللي بيتقال. انا رحت عشان انا بتاع داتا اناليتكس وانا مش فاهم هو بيقول ايه. فده لا، ما انا ما انصحكش انت تروح تاخد كورس يعني تروح تاخد كورس في الاول وانت الدنيا بالنسبه لك في الاول مش واضحه يعني تمام. طيب بنطلع يوم الثلاثاء على كلوب هاوس ولا انهي؟ لا، يوم الاثنين على كلوب هاوس، يوم الجمعه على زوم تمام. وكلوب هاوس برضو ما كناش منتظمين فيه الفترة اللي فاتت تمام. any questions؟ اي حد عنده سؤال تاني ولا نقفل؟ طب لو سمحت عندي سؤال. اكيد اتفضل. هو شغل الداتا اناليسيس ممكن يعمل الميديا باير عادي ولا لازم متخصص في الداتا اناليسيس؟ انا عايز اقول لك على حاجه، ان بتاع الميديا باير ده لو مش فاهم داتا اناليتكس فهو فايته 60% من شغله تمام يعني. فايته 60% من احنا اصلا يا باشا بتوع داتا يعني فاهم. احنا لو ما عملناش اناليتكس مش هنعرف نشتغل تمام. وعايز اقول لك ان شغل الداتا اناليتكس بقى في كل حاجه يعني بتاع، يعني لو بنتكلم على الماركتنج فاحنا بتاع الكوميونتي لازم نشتغل داتا، بتاع الكونتنت لازم نشتغل داتا اناليتكس عشان يحلل البيهيفير بتاعت العميل،
لا مش بتاع كونتنت بقى اقعد بقى اطلع فكره واكتب محتوى وكتبت كلمتين وخلاص كده انا خلصت، لا خالص. الموضوع كبير يعني، بتاع الميديا باينج اصلا هو ما بيعملش حاجه غير بيعمل بتاع الاي سي او، هو قاعد شغال داتا اناليست. حاجه كمان على فكره مهمه جدا جدا وتهم بتوع الميديا باير، جوجل داتا ستوديو. تمام، جوجل داتا ستوديو من احسن الحاجات اللي ممكن تشتغل عليها كداتا اناليتكس وتطلع بيها فيجوال بقى والحاجات دي. لو انت من الناس اللي زيي بتحب الحاجات دي فهتبقى حاجه جامده جدا. جوجل داتا ستوديو من الحاجات اللي يعني جامده جدا جدا جدا. تمام، فحاول برضو تعمل سيرش كده على جوجل داتا ستوديو لو انت مش عندك عنه خلفيه. لو عندك عنه خلفيه يبقى انت تمام جدا. تمام، شكرا حضرتك. عفوا. تمام، حد عنده اي حاجه تاني؟ الشركات اللي ممكن اخد فيها انترنشيب، بص ما تستناش انترنشيب، الانترنشيب ده بالصدفه. تمام، ما توقفش نفسك على انترنشيب، يعني انت لو مش ما فيش انترنشيب ما تفضلش قاعد مستنيه، انت ادخل يعني انا بشجع قوي قوي ان انت تدخل وتدوس بنفسك، ما تقعدش بقى ما تقعدش تستنى ان انا مستني فرصه انترنشيب، ما فيش خالص، اخلق لنفسك فرصه. تمام، ايه تاني؟ تمام. طيب خلاص بإذن الله، أشوفكم على خير الجمعة الجاية، وربنا يوفقكم جميعا وتصبحوا على خير.